عندنا فقرة ثابتة معانا كنا بنراهن عليها اننا لما هنتكلم فيها هنتكلم عشان يعني نقضي على اكذوبة ان النادي الاهلي بيكسب بالتحكيم. تخيل في وجود تقنية الفيديو وما زال النادي الاهلي يعاني تحكيميا، تخيل في وجود تقنية الفيديو والنادي الاهلي فقط لا غير اللي ممكن تلاقي اهداف ليه ملغاه بداعي التسلل برغم من صحتها، تخيل في تقنية الفيديو تلاقي النادي الاهلي هو اكتر فريق ممكن ما يتحسبلوش ركلات جزاء في وجود تقنية الفيديو، تخيل في تقنية الفيديو يذهب خبراء التحكيم لصورة مش واضحة وكأن فقط لا غير كاميرات التي تنقل مباريات النادي الاهلي هي اللي بتكون مش واضحة، او ان حكم الفار بيخطئ، حتى كلاتنبرج نفسه غلط حكامه بالصوت والصورة في مباراة الموسم ده كان أهمها مباراة النادي الأهلي وغزل المحلة، واستعرضنا ده رغم فوزنا، فمحدش ياخد استعراضنا للحلقة النهاردة أو للأخطاء التحكيمية اللي حصلت في مباراة الأهلي وسيراميكا إنها شماعة بنعلق عليها، ولكن هو رصد وتوثيق لفقرتنا اللي احنا دايما شغالين عليها معاكم وهي فقرة فار روم، وهنروح لخبير تحكيمي الكابتن أحمد الشناوي عن أبرز الحالات التحكيمية اللي هتلاقي دايما النادي الأهلي محروم من حقه فيها، وهي ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة لعلي معلول كانت ممكن تحسم نتيجة المباراة بالفوز. نشوف رأي الكابتن أحمد الشناوي ونرجع نعقب. هناك فرق بإني أنا بلتحم معاك عشان أخد الكورة وأنت بتجري يعني بجري معاك في نفس الخط، لكن في فرق بان انا بعوق تقدمك بمنع تقدمك. اعاقه التقدم وانا امشي بالكوره وانت ما تجيش جنبي يبقى خلاص انا الفاول موجود. هل لاعب سيراميكا رجله في الوضع ده بيجري ولا بيعوق؟ بيعوق خلاص، وايده نفس الكلام. اذا النهارده بالشكل ده واضح ان الاعاقه موجوده للاعب النادي الاهلي، وكان لابد على حكم الفار انه يجيب ابراهيم ويوريها له وابراهيم ياخد القرار ما ياخدش القرار. دي حاجه زي ما جابه في اللعبه بتاعه كريم وحكم الفار ما بيحتسبش، انما لعبه زي دي بعتقد الاعاقه واضحه جدا. وادي بص الايد، ادي الايد، وبعدين الرجل بقى عشان ايه يمنع تقدمه تماما. يعني ممكن الايد وكان ما عملش الرجل كان يقدر يروح خلاص. الكرة كمان هنا زادت داخل الملعب ما كانتش خرجت، فطبعا هنا الكرة اللعيب واخد الكرة وماشي، يعني علي معلول كان واخد الكرة ومستحوذ وماشي. بص من هنا، بص اللعيب بيحط رجله عشان يعوق تقدمه، فبالتالي هنا المخالفة موجودة. اللقطة اللي جاية دي بتبين مدى الإعاقة لتقدم اللاعب. بصوا رايح اهو ما بيجريش، عارف لو كان بيجري معاه في نفس الاتجاه وحصل السقوط ده لعلي معلول يستمر اللعب. يمكن رد فعل عالي يا كابتن شناوي هو اللي ضخم الامور بالنسبه لل، انا عايز اقول ان ابراهيم يعني ممكن التفاصيل دي ما شافهاش مع وقت المباراه والحاجات دي كلها، فطبعا هنا كنت اتمنى زي ما قلت حكم الفار يجيبه. يعني كابتن ابراهيم نور الدين على حد تعبير الكابتن احمد الشناوي ما شافش التفاصيل دي، لكن الحقيقه في معلومه مؤكده لا تقبل الجدال، وان الكابتن ابراهيم نور الدين الموسم الماضي اكتر حكم ساحه احتسب ركلات جزاء دون الاعتماد على تقنيه الفيديو، ويمكن سبق واشدنا بيه الموسم الماضي وقلنا ان ابراهيم نور الدين مركز في احتساب ركلات الجزاء قبل ما تقنيه الفيديو يعني تستدعي ابراهيم نور الدين. يمكن لما قلنا ان تقنيه الفيديو استدعت ابراهيم نور الدين في مباراه الزمالك وسيراميكا راح شاف ركله الجزاء وما حسبهاش، بس قلنا هو بيصفر دايما على ركلات الجزاء في توقيت مناسب. اللقطه دي اشمعنى دي ما شافهاش؟ لان النادي الاهلي هو اللي في المباراه. ابراهيم نور الدين كان له دور كبير جدا مع تقنيه الفيديو ومع حامل رايه في عدم احتساب هدف في مباراه طلائع الجيش الموسم الماضي، كان من ضمن المباريات اللي اثرت على مسيره النادي الاهلي في الدوري. القصه الثانيه وهنا خلينا نقول الايجابي والسلبي، الحقيقه يعني كابتن ابراهيم نور الدين ايضا ما شافش ركله جزاء كريم فؤاد، ودي نقطه غريبه جدا ان يكون في ركلتين جزاء ما يشوفهمش، يشوف واحده منهم خالد جمال الغندور ابن الكابتن جمال الغندور، وجاب زاويه واضحه لا تستدعي يعني لا تقبل الجدل انها ركله جزاء واضحه وصريحه، وتم تخفيض العقوبه من طرد الانذار لان في ركله جزاء. شابوه جدا، لكن دي ليه؟ قلقان من دي ليه؟ عشان توقيت المباراه؟ عشان هي حاسمه في المباراه؟ اكيد عندنا تشجيع لحكام جدد، ولكن في مشكله ان الحكام الجدد لما بيتواجدوا في تقنيه الفيديو ما خدوش حساسيه الملعب
بنشوف الاخطاء التحكيميه دي. المشكله دي بقى بتحصل في مباريات النادي الاهلي، قدرا اكيد مش قدرا، دي كانت ركله جزاء واضحه. يمكن كان كمان الكابتن جهاد جريشه متفق في الراي مع الكابتن احمد الشناوي بعدم احتساب فارس ركله جزاء واضحه لعلي معلول في الدقائق الاخيره من المباراه. كان كابتن جهاد جريشه متفق، ويمكن هنا يعني ده دايما كابتن جهاد جريشه هنا متجاب ليه رايه، لان هو دايما تحس انه موجود عشان يعمل موازنه، الناس كلها بتقول رأي ده فانا جاي اقول راي مخالف عشان اثبت ان النادي الاهلي ملوش احقيه في ده، حاسس ان هو طول الوقت واخد الخط ده، فهنا حتى في دي كان ليه راي. صعب صعب حتى جهاد جريشه نفسه يقدر ينكره. نطلع نشوف الفيديو. اللعبه الثالثه برضو مهمه وهي لعبه المباراه، ركله جزاء لعلي معلول لم تحتسب، اللعبه الحكم البار ما تدخلش فيها اللعبه لانه اهتم في المراجعه بالاحتكاك اللي حصل فوق كتف الكتف، والمكافاه كانت عادله جدا، لكن ما اهتمش بالرجل اللي تحت رجل الشمال للمدافع اللي عملت خطوه، الخطوه دي عملت اعاقه لعلي معلول. الركله الجزاء ديت في اي مكان في العالم ركله جزاء، تم احتسابها لرونالدو في كاس العالم 2018 انا كنت موجود في كاس العالم، نفس حركه الرجل، حركه الرجل المدافع دي، انت عملت الخطوه دي عشان تعمل اعاقه. لو رجلك على الارض ما اتحركتش الحركه دي ما كانش في اعاقه حصلت. حركه واضحه للمدافع، حركه الرجل اللي راحت لرجل لاعب النادي الاهلي دي هي اللي عملت الاعاقه لعلي معلول، وبالتالي ركله جزاء سهله للفار. لكن اقول لك برضو بقى منتهى الامانه عشان ابقى واضح وصريح، في الملعب صعب جدا الحكم الماتش يشوفها، لكن في الفار تشوفها. لكن انا بقول لك من قله خبرات الحكم الفار اللي موجود لانه ما صفرش في الدوري الممتاز، من قله خبراته ركز على الاحتكاك اللي حصل فوق، ما بصش للرجل تحت. التفاصيل دي، التفاصيل الصغيره دي عايزه حكم خبرات. عايزك كده تدور على عنوان للمهزلة اللي انت سمعتها دي، حاجة بتتحسب في كل حتة في العالم، ده جهاد جريشة اللي بيقول، إلا فين بقى؟ إلا في دوري فيه النادي الأهلي، إلا في دوري هتربط كلمة إن حكم الفار ما عندوش خبرة، حكم الفار اللي النادي الأهلي بيتعرض لكم الكوارث ده على مدار 3 سنين من الفار في التحكيم المصري ما عندوش خبرة. عشان كده لما بنيجي نقول النادي الاهلي في افريقيا وفي كاس العالم للانديه في وجود فار بيحقق بطولات، بنقول لكم يا جماعه في حاجه اسمها ثابت وحاجه اسمها متغير. الثابت في الاثنين ان في فار، بس المتغير مين على الفار؟ المتغير اللي على الفار عايز يعمل ايه؟ جاي يعمل شغله ولا جاي يتفرج على لعبه زي دي بنجيب راي الحكام شايفين ان هي لعبه سهله؟ إن كانت صعبة على حكم الساحة واللي أكيد مع النادي الأهلي عمر قلبه ما هيكون عنده الشجاعة بسهولة كده إن هو يحسبها ركلة جزاء، واتكلمنا 100 مرة في ده، الحكم مع النادي الأهلي هيتردد 100 مرة إنه يحسب القرار الصح إلى أن الفار مثلا يثبت له العكس، لا ده هيقف يتفرج عشان يشيل الشيلة للفار، والفار هيرحب، الفار هيسقف، الفار ما هيصدق. ما هيصدق يتفرج على لعبه زي دي. وعشان كده بنقول احنا لا بنقول شماعات، واتكلمنا بشكل واضح في البدايه واتكلمنا بشكل قوي في البدايه عشان نقول ان كل عنصر لازم يعمل اللي عليه، كل عنصر في منظومه النادي الاهلي لازم يعمل دوره، ولكن هنا احنا بنوثق لكم لان ايا كان في النهايه ده حق النادي الاهلي. في النهايه مهما كان عندك تقصير برضه هيظل ده حق النادي الاهلي اللي بيظلم فيه لاسباب غير منطقية بالمرة، وكل عوامل الفشل بتتضافر وتجتمع في مباريات النادي الأهلي تحكيميا. وبما أنك اتكلمت عن كل عوامل الفشل فأيضا الصورة بتكون دايما مش واضحة في مباريات النادي الأهلي، يمكن محتاجين أننا نضحك عشان الصورة تطلع حلوة. خلينا نشوف الفيديو ده عشان نفهم احنا قصدين ايه من الخبير التحكيمي أحمد الشناوي في تعقيب على كرة فيها احتمالية ضرب الجزاء للنادي الأهلي في نفس المباراة. طبعا دي مش ركله الجزاء، مع احترامي للتصوير، ادي التصوير، هل جايه من دماغه على ايده ولا على ايده مباشره؟ طبعا التصوير طبعا. احنا محتاجين يعني وضوح اكتر من كده، ما انا ما اقدرش يعني حتى حكم الفار ما يقدرش يقول له تعالى، فين الوضوح اللي يقدر يقدمه للحكم؟ يعني دي اللقطه اللي بتكون الصوره مش واضحه في مباراه اخرى كانت مباراه المصري ضد اسوان، الكابتن سمير عثمان قال ايضا الصوره مش واضحه بس حكم المباراه سهل القصه، هنا طبعا حكم المباراه ما سهلش القصه. احنا عمالين نعاني من اول ما عملنا الفقره دي السنه دي في جمله واحده هتلاقوا الكل بيقولها، الصوره مش واضحه،
الفار بنشوف الحالات في اتجاه واحد بس، كل ده يا جماعه اللي قاله محللين تحكيم، مش احنا الاثنين هنا في الاستوديو او احنا هنا في قناه النادي الاهلي. ان الفار عنده مشكله في مباريات النادي الاهلي، ان خطوط التسلل جت على النادي الاهلي في لعبات كتيره جدا، كل ده انا نفسي يا جماعه افتكر للمنافس لعبه من ايام دوري اسوان اللي قعدنا نفكر فيها الدوري، اللعبه يعني بتاعت اسوان اللي قلبوا الدنيا عشانها، وازاي الدوري وازاي بيحصل كده في وجود تقنيه الفار. هتقولنا لعبه فجه زي ما بيحصل مع النادي الاهلي، انا نفسي يا اخي ابقى انا وانت، نفسي يبقى انا عندي حالات وانت عندك حالات، لا كله في اتجاه واحد زي ما قالها كابتن احمد الشناوي السنه اللي فاتت، بس يا ريت حد كان فهم. طبعا في النهايه كده بس رساله سريعه للاعبي النادي الاهلي، يمكن مش محتاج تروح لهيلينو هيريرا ولا اريجو ساكي عشان تدي امثله، احنا عندنا واحد اسمه مانويل جوزيه كان دايما بيقول جمله مهمه جدا، كره القدم تلعب من اجل البسطاء، الانسان البسيط عنده ظروف معاناه بتكون ماديه حياتيه ضغوط، النادي الاهلي بيرفع عنه كتير لان النادي الاهلي فعلا نادي البسطاء، البعض عنده حاجات تعوضه بس الناس البسطاء ما عندهمش غير حب النادي الاهلي وفوز النادي الاهلي، وعشان كده وعشان كره القدم بتلعب من اجل البسطاء لازم انت كلاعب في النادي الاهلي تكون عايز تسعد الناس دي ومن قلبك. استنى بس عشان قبل ما تطلع لازم نشكر فريق العمل معانا على السنه الماضيه، شادي صبري، رضا غانم، احمد غمري، بنشكر بروديوسر البرنامج احمد سمير، وبنشكر مخرجنا النهارده احمد مجدي، كل سنه وانت طيب، كل سنه واللي عاملين خلف الكاميرات كلهم طيبين ويا رب تكون سنه سعيده. ومش هننسى برضو المخرجين اللي اشتغلوا معانا على مدار السنه، محمد عماره وطبعا احمد برجاوي، كل سنه وانتم بخير، وكل سنه وجماهير النادي الاهلي وجماهير كره القدم المصريه والوطن العربي كله بخير. شكر كل الشكر لاداره النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي، اداره القناه وكل حد ساهم في ان خط احمر على مدار سنه يكون صوت الجمهور، يكون خط احمر دايما دايما حائط صد للنادي الاهلي، وطول ما احنا على الشاشه دي ده عهدنا بيكم وعهدكم بينا ان النادي الاهلي خط احمر ونشوفكم والنادي الاهلي بيلعب من اجل البساطات.